تظاهر جمهور التيار الصدري في كربلاء احتجاجا على حرق نسخة من المصحف الشريف السويد، ودعا المتظاهرون الحكومة إلى موقف واضح وصريح من خلال محاسبة المتسبب بذلك الفعل المشين والقبض عليه عبر الانتربول، مطالبين في الوقت نفسه بطرد السفيرة السويدية من الأراضي العراقية. أمس من اعتداء سافر وصريح ووقح من قبل أحد اللاجئين في دولة السويد بهتكه لكتاب الله سبحانه وتعالى، إنما هو هتك لحرمة الإسلام وهتك لحرمة المسلمين جميعا. ولهذا نرى بأنه في محافظة كربلاء المقدسة هذه الوجوه الطيبة التي خرجت اليوم هي للتنديد بذلك الفعل المشين الذي هتك فيه المقدسات كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي استجابة لدعوة سماحة السيد القائد مقتدى الصدر لرفض هكذا تصرفات. والمطالب هي واضحة جدا وقد بينها سماحة السيد القائد مقتدى الصدر، وأهمها هو طرد السفير السويدي في العراق وكذلك محاكمة ذلك العتل الزنيم الذي اعتدى على كتاب الله سبحانه وتعالى. على الحكومة أنه أن تأتي به هذا العتل الزنيم، أن تأتي به ويحاكم على رؤوس الأشهاد، فسواء أنه إن قبلت الحكومة وإن قبلت فبها، وإن لم تقبل هناك ضغط شعبي عام على الحكومة. والآن هذا الآن الذي الآن الذي تشوفوه الآن فهو يعني خلينا نقول فد شيء قليل. هناك تصعيد إذا ما نعم هناك تصعيد، وهناك إن شاء الله أكثر من هذا الشيء، أكثر من هذا الشيء. فعلى الحكومة أن تسعى جاهدة لإرجاعه فورا عن طريق أي شيء بوسائلها، ويحاكم أمام الناس حتى يكون عبرة لغيره، لأن القرآن ليس حصرا لطائفة دون طائفة، بل القرآن لكل المسلمين. وانطلاقا من كلام النبي صلى الله عليه وآله، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فالقرآن واقعا مو ليس أنه الآن الجمهور الصدري خرج فجازهم الله خير جزاء المحسنين، لكن مو فقط احنا نريد انه وقفتنا الان احنا كجمهور صدري نعم خرجنا وامتثالا لامر النبي اولا، وامتثالا لامر امير المؤمنين، وامتثالا لامر السيد القائد ثالثا، ولكن نقول انه للامه الاسلاميه ان تخرج بمظاهره استنكاريه وتدفع بما اوتيت من قوه. الوقفه الاحتجاجيه اندلت على شيء انما تدل على انه الشعب العراقي وشرائح الشعب العراقي تستنكر هذا العمل الغير مسؤول من الحكومة السويدية ومن السفيرة الموجودة في أرض العراق. رسالتنا بعد تغريدة سماحة السيد القائد، رسالتنا موجهة بالشكل بالأساس بالأساس للحكومة العراقية، تفعيل 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 إلقاء القبض عن طريق الانتربول بحق هذا الشخص الذي تطاول على القرآن الكريم.